مساء الخير على كل مشاهدي برنامج بيوتنا، يتجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا. الجمال مش بس أشياء بنشوفها حوالينا، الجمال أشياء بنكتشفها. روح جميلة، فكر جميل، ذوق جميل، أو ديكور جميل. وخليني أتوقف معاكم عند كلمة ديكور جميل، وهسأل سؤال بيجي على بالنا كتير: هل أنا عندي القدرة أني أصمم ديكور بيتي لوحدي ومن غير أي مساعدة؟ الحقيقة إنه ترتيب الديكورات خطوات ممكن نوصفها بإنها السهل الممتنع، ورغم إنه كتير مننا بيعتقد إنه من السهل جداً إنه يعمل ترتيب لبيته بنفسه، إلا إنه الحقيقة في بعض الأحيان بتبقى النتيجة غير مرضية، وبينتهي بينا الحال بإننا ناخد قرارات غلط ومش بنقدر إن إحنا نوصل للمستوى المطلوب من الجمال. علشان كده النهاردة وفي فقرتي دي حابة أقول لكل الناس إنه حاول إنك ما تقعش في الفخ ده. لازم تفكر كويس وتراجع حساباتك وتشوف هتستعين بأي شركة ديكور علشان تقدر توصل للجمال اللي أنت بتحلم بيه. هنتكلم النهاردة عن الديكورات، وخاصة ديكورات المطابخ والديكورات بشكل عام، وده سواء كانت المساحة كبيرة أو مساحة صغيرة، على كل المستويات وكل الخامات. وده هيكون مع ضيفي في الاستوديو المهندس محمد عمر، رئيس مجلس إدارة شركة رويال للديكور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، منورنا. الله يخليك. زي ما أنا قلت في البداية إنه الجمال، كلنا بنبحث عن الجمال، كل حد بيعمل بيت جديد بيبحث فيه عن الجمال، بيأسس مكتب جديد برضو بيبحث فيه عن الجمال والراحة كمان في نفس الوقت. خليني أبدأ معاك بإنه هل أنا كشخص عادي اقدر اسس او اصمم ديكور لبيتي بشكل عام لوحدي، ولا لازم هكون محتاجه لشركه ديكور انها تساعدني، او مصمم ديكور؟ لا، هو بالتاكيد زي ما انت قلتي بالظبط كده، هو سهل الممتنع. انت حد ذوقك حلو ومتخيله ان انت تقدري تعملي الديكور بتاع البيت لوحدك. لما تيجي تخشي في التفاصيل، لا، هو القصه مش كده، لا، في حاجات معينه لازم ناخد بالنا منها. مش معنى ان انا جبت حاجه شكلها حلو وذوقها حلو ان انا ممكن احطها في مكان مناسب، ممكن تتحط في مكان مش متوظفه فيه صح. فبالتالي ما بتدنيش الحلاوه اللي انا كنت متخيلها. ببقى الاقي نفسي لا، ممكن اكون يعني ابوظ الدنيا كمان، يعني مش بس ان انا يعني مش بس حاولت ان انا اضيف حاجه وما ضفتش، لا، ده ممكن توحش كمان، ده ممكن كمان اخليها اسوأ من الوضع القديم. بالظبط. طيب لو حبينا نتكلم بقى عن اللي عايزين يجددوا في بيتهم، مش بس اللي بيبتدي بيته من اول وجديد او اللي لسه بيفرش بيته من اول وجديد، حد عنده بيت او عنده اساس موجود اوريدي في البيت وعايز يجدد فرش بيته او عايز يعمل ستايل جديد لبيته، ازاي يقدر يعمل ده؟ هو بيتوقف طبعا هو على مساحه البيت والديكورات اللي هو عايز يعملها وكده. لو هو عنده مثلا فرش قديم حابب ان هو يجدده، ممكن ان احنا نبتدي ان احنا نغير مثلا في ستايل القماش، نغير القماش، نغير التفاصيل، في تفاصيل معينه ممكن لو خدنا قطعه الاساس دي نعدل فيها بحيث ان هي تشتغل برضه بس بشكل مختلف شويه. دي من الحاجات اللي احنا ممكن ان احنا يعني نشتغل عليها في الديكور. وعلى فكره برضو انا باكد انه ممكن هو ما عندوش الخبره اذا كان يعرف اذا كانت الحاجه دي ممكن مناسبه ولا لا. او مش مناسبه. ده فيديو دلوقتي احنا بنشوفه اهو لبعض الديكورات، مظبوط كده؟ تمام. دي ممكن تشرح لنا ايه الديكورات دي؟ دي ديكورات لفيلا في التجمع الخامس. الديكورات دي خاصه بشركه حضرتك، من تصميم شركتك. من تصميمي. ديكورات موجودة في فيلا في التجمع الخامس. احنا هنا يعني اللقطة اللي فاتت مثلا اللي فيها النافورة دي، وانت نازلة من السلم تبقى دي في وشك على طول. طبعا احنا جرينا. هو الفيديو سريع شوية بس انا ملاحظة حاجة مهمة جدا، التنسيق الزيادة قوي وكل حاجة في مكانها قوي، واللون ملاحظة انك مش يعني انه الالوان كلها تقريبا يعني درجات من نفس اللون بالظبط، بحيث تبقى مريحه للعين، ما تبقاش فيها حاجه نشاز في النص. خليكي كده تخيلي ان انت عندك لونين انت بتحبيهم قوي. تمام. حتى في الهدوم لونين حلوين جدا، ولبستيهم على بعض وهم مش لاقيين على بعض. يعني هتلاقي الشخص ده ماشي، الناس بتبص له باستغراب كده. فلازم برضه في ديكورات البيوت
والديكورات بصفه عامه ان احنا ناخد يعني تناسق مع الالوان مع بعضها مع بعضيها. ما ينفعش ان انا انقل عينيا من لون للون تاني مختلف في نفس الاوضه او في نفس الكورنر مثلا في نفس المكان. حتى لو انا عايز اغير الالوان لازم يعني ادوج الموضوع من العب في لون قريب او في درجه تانية من نفس اللون. مظبوط يعني كده. طيب خليني اتنقل للخامات شويه. يعني في بعض الخامات بتبقى غاليه قوي زي الرخام. فخم جدا وهايل جدا لكن يعني غالي على بعض الناس. لكن كمان ظهرت بدائل تانية ممكن انها تعوض شويه عن الخامات الغاليه دي. كلمنا عن الخامات المختلفه وازاي ممكن اعوض خامه بخامه تانية ممكن تكون بتدي نفس الشكل لكن ارخص شويه في التكلفه. طيب انا هقول لك انا ممكن انا اعمل ديزاين زي اللي انت شفتي من شويه كده. تمام. اوضيات باوكي وتعالى نعرف مثلا لو هنعمل اوضيات مثلا خشب قوي ولا حاجه سعرها ممكن يبقى غالي او برضه حاجه حيطه وخام. الحاجات دي كلها فيجي العميل يقول لي لا بس انا امكانياتي ما تسمحليش ان انا نعمل رخام اعمل الحاجه دي. فدلوقتي بقى عندنا كميه بدائل كتير قوي مثلا للرخام. في الشيتات بتاعت البي بي سي اللي نازله جديد دي اللي بتدي شكل بتدي شكل رخام بالظبط. يعني انت تشوفيها بتحسي ان هي رخام بي في سي. وفي خامات وفي بورسلين. البورسلين بيديكي شكل في الارضيات بيبقى شكل رخام. في الحوائط بتاعت الحمامات وكده يعني في رخام ممكن يوصل قيمته 5000 و6000 جنيه في المتر الواحد. تروحي تشتري بورسلين مستورد مثلا بيبقى ماكسيمم يعني 600 جنيه 700 جنيه للمتر. فبتديكي نفس الشكل بالظبط وفي نفس الوقت تكلفه اقل بكتير من اللي ممكن يعملها في الرخام وكده. طيب ده بالنسبه للخامات اللي هي بنقول الارضيات والحوائط. خلينا نخرج بره الحمامات والمطابخ شويه ونتكلم عن دهانات الحوائط في بقيه الشقه. دهانات انواعها كتير قوي. تمام. وفي منها اللي بيقدم انه ممكن تغسلها وفي اللي بيقول لك لا ما ينفعش وفي المط وفي اللي بيلمع وفي في تنوع كتير جدا. ازاي اختار الخامه المناسبه؟ وهل يعني غرفه النوم مثلا ينفع فيها خامه وما ينفعش فيها خامه تانية من الدهانات ولا موضوع الدهانات ده بيتوقف بس على ذوقي؟ خلينا نتكلم الاول كتكنيكال. احنا لما بنيجي نشتغل دهانات لازم نشتغل بمراحل معينه وبماتيريال معينه. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اروح استخدم هقول لك هسالك سؤال. اوقات بيجي لك كوتيله الالوان تمام وتقولي وتختاري لون معين ولما يتحط على الحيطه ما يعجبنيش. لا مش ما يعجبكيش بتقولي لا ده مش هو ده اللون اصلا. بالظبط. تمام. تقولي لا لون مختلف. تمام. الكلام ده لو احنا استخدمنا خدنا شركه معينه. تمام. ايا كانت انا طبعا بتكلم يعني انا في دماغي شركه واحده لان انا بشتغل بيها. يعني حضرتك بتتعامل مع شركه معينه في دهانات الحوائط. مظبوط كده. تمام. فانا لازم اجيب من عندها المعجون والسيلر وكل الماتيريال اللي هي طبطين. تحت. كل الماتيريال اللي تحت انا باخدها من نفس الشركه. انا لو عملت كده لو اديتي اللون اللي انت مختاراه هيطلع بالظبط. هيطلع بالظبط. هيطلع بالظبط. يعني حضرتك تقصد ان اختلاف اللون ده بيبقى نتيجه ان البطانه تحت مش مناسبه للدهان نفسه. مش نفس نوع الماتيريال اللي هي مأسسين بيها فبتديكي فرق في اللون ولو خفيف قوي. هو بيبقى بسيط يعني تغمق سنه تفتح سنه بيبقى فرق بسيط. لكن لو احنا استخدمنا نفس الماتيريال هتديكي نفس اللون بالظبط. مع ان كمان انت ممكن تستخدمي في بدائل يعني تبقى اقل شويه في التكلفه. ممكن تستخدميها بتديكي كواليتي عاليه جدا يعني مش هنقول ان هي وحشه. لكن في الفينش الاخير لازم شركات معينه هي اللي انا بفضل ان انا دايما اشتغل معاها في الوش الاخير. لو احنا عايزين شويه نوفر في التاسيس يعني. طيب هل في نوع دهان ينفع لاوضه النوم مثلا ونوع تاني ينفع للريسبشن ولا ده ملوش علاقه نوع الدهان لكن العلاقه هنا في اللون فقط؟ لا الالوان اكتر. الالوان نوع الدهان مش هيفرق قوي بس الالوان في الوان بتبقى مناسبه لغرف النوم الوان مناسبه للريسبشن اكتر كده يعني. لكن كنوع دهان لا عادي ممكن تستخدمي اي نوع في الالوان اللي بتفضلها في كل في غرف النوم مثلا والالوان المفضله في الريسبشن. بصي هو ده بيتوقف على حسب نوع الديكور نفسه او الستايل اللي انا شغال بيه اذا كان كلاسيك او مودرن او كلاسيك الحاجات دي نيو كلاسيك او نيو كلاسيك. كل حاجه بيبقى ليها
الالوان مناسبه ليها اكتر يعني. يعني ما ينفعش ان انا بقى شغال بحاجه كلاسيك واستخدم الوان جريئه شويه يعني تبقى اشتغل الكلاسيك يبقى اخد بيجات اخد ابيضات اخد الحاجات دي، لكن لو اشتغلت مودرن فانا عندي فرايتي اكتر وانطلاق اكتر في الالوان. وعندي كمان وما نخافش بقى يعني فانا شغال مودرن ما تخافش خليك جريء مش هتبقى متقيد. انت حتى ممكن تعمل اسود يعني عادي يعني بس اهم حاجه يتوظف مظبوط يعني. طيب انا بشكرك جدا جدا مهندس محمد عمر رئيس مجلس اداره شركه رويال الديكور، بشكرك جدا على وجودك معنا. الف شكر. ميرسي. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. هي فكرة المدرسة قايمة على الاقتصاد التشاركي، ان احنا كمجموعة من اولياء الامور او صغار المستثمرين نقوم بعمل مدرسة، لان بادجت المدرسة كبير يتخطى ال 100 مليون. فعشان كده فكرتها ان احنا اول شركة في مصر قلنا بدل ما هي تكون في ايد مستثمر واحد، لا تعالوا مع بعض نعمل مدرسة كلنا. وبفضل الله قدرنا نختار لوكيشن قوي جدا هنا في اكتوبر قدام نادي الصيد السياحية الثالثة، قطعة 4 نواصي زي ما انتم شايفين قدام نادي الصيد مباشرة، 8000 متر تخصيص ناشونال او انترناشونال من الكيجي للثانوي. فكان لينا السبق الحمد لله ان احنا نكون اول شركة في مصر تطرح مدرسة بنظام الحصص، وبفضل الله عاملين فيها نجاح كويس جدا. الحصة بتبدأ من 250,000 لحد 1,000,000 جنيه، والعائد بتاعها تقريبا غير العائد المعنوي ان ابنك معانا في المدرسه، لا في عائد مادي بيوصل من اول سنه تشغيل ل 14 و15% للسنه الخامسه اب تو تقريبا 25 و30%. دي فكرتها ببساطه يعني. هو الميزه في الموضوع هنا ان مش بس اولياء الامور هم اللي بيشاركوا في الموضوع، لا اي حد حابب ان هو يستثمر في مشروع زي ده، لان نسبه الريسك فيه تعتبر زيرو مش موجوده. المشاريع التعليميه من الاساسيات زي الاكل والشرب، التعليم ثالث حاجه في الاساسيات. فأي حد يقدر يشترك في المشروع سواء من اكتوبر من بره اكتوبر، ولي امر غير ولي امر، كل الناس تقدر تشارك في المشروع لان ارباحه عاليه والريسك بتاعه قليل جدا. وبسبب نجاح الفكره ان شاء الله بنفكر ان احنا نكررها تاني بس في مستشفى طب ان شاء الله، وبدايه اركان فيوتشر سكول في اكتوبر ان شاء الله. الاستاب بتاعتنا التانيه هتبقى التجمع الخامس والاقاليم باذن الله. اجعل عينيك على النجوم واجعل قدميك على الأرض. الكلام ده معناه اوعى تحط سقف لطموحك، واوعى تقول مش هينفع ولازم يكون عندك إبداع. وعشان تكون مبدع يعني لازم يكون عندك نظرة على الخروج بأفكار مختلفة وفريدة وغير تقليدية. كمان لازم تكون قادر على الاستجابة بمرونة للتحديات الصعبة والمشاكل اللي بتواجه أعمالك. ده بالفعل اللي بتعمله شركة أركان للإنشاءات والتطوير العقاري، واللي على مدار سنوات أثبتت نجاحها في السوق العقاري بإنشاء العديد من المشروعات والأفكار المتنوعة والفريدة. النهاردة هنعرف منها أكتر عن مشروعاتها وعن حملة مدرستك مشروعك اللي كانت الشركة بتدشنها مؤخرا، وشفنا في التقارير من داخل المدرسة النجاح الكبير اللي حققته الشركة. هنعرف أكتر عن هذه المبادرة وعن هذه الفكرة إزاي تمت وإزاي بدأت وإزاي بيستمروا فيها مع ضيفي في الاستوديو المهندس عماد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة أركان للإنشاء والتطوير العقاري. أهلا بك. اهلا بيك، منورنا. ده نورك. الله يخليك، بشكرك على الاهتمام.
تسليط الضوء علينا يعني. الحقيقه احنا اللي بنشكر حضرتك اولا على انك فكرت فكره خارج الصندوق، انك ابتديت تفكر بشكل مختلف عن زي ما بيقول السوق ما بيفكر، او عن السوق شفت السوق رايح فين وانت حاولت يعني تبتكر او تبدع فكره جديده. هو الفكره بتطلع من رحم مشكله، لما يكون في مشكله وتقابلك انت بشخص بشكل شخصي وتحاول تدور لها على حل وتشوف لها حل، هنا تاكد ان انت هتطلع افكار كتيره قوي او تبروكس زي ما بيقولوا الحاجه ام الاختراع. مظبوط. فكره مدرستك مشروعك او مبادره مدرستك مشروعك، عايزه تكلمني عنها اكتر، تقول لي ازاي ابتدت وايه الحاجه او المشكله اللي قابلتكم علشان تبتدوا تفكروا بره الصندوق وتعملوا الفكره دي. هي مدرستك مشروعك 2017 كان اول ولد من اولادي المفروض هيدخل المدرسه، فزي اي ولي امر خدت اللفه بتاعتي عشان خاطر ايه ادخل ابني المدرسه. مدارس كتيره من على الباب من بره تقول لك احنا خلاص كلوز قفلنا الموضوع. ممكن السكيورتي من على الباب من بره يقول لك احنا اسفين ما عندناش مكان. والكلام ده بيبقى امتى؟ يعني الدراسه بتبدا في شهر سبتمبر، احنا بنتكلم من شهر 5 اللي قبلها، لا مش 5 كمان، بنتكلم في 12 اللي قبلها، في شهر ديسمبر اللي قبلها، السنه اللي قبلها، السنه اللي قبلها بيتقفل التقديم. وممكن المدرسه تقول لك احنا مقتصرين على الاخوات. فعملت سيرفي كامل على الموضوع، لقيت مثلا منطقه زي 6 اكتوبر وزايد وحدائق الاهرام النيد فيها والعجز في الكراسي والويتنج ليست اللي موجوده حوالي 22000 طالب ويتنج ليست. كتير قوي على كتير جدا. والمعلومه دي من مصادر موثقه جوه يعني في التعليم. فهنا في برودكت اهو، وفي نيد والسوق محتاجه اكتر بكتير جدا. المعادله بتقول دايما الاحتياج هو اللي بيحرك السوق. فالنيد قوي، النيد هنا اكتر بكتير قوي من المعروض. فجيت الفكره من هنا، ليه ان احنا نقدر نعمل مدرسه؟ ما نقدرش احنا كمان نعمل مدرسه ليه زي المستثمرين؟ بس لما جينا حسبنا الكوست بتاعتها لقيتها رقم طبعا معديه ال 150 مليون على الاسعار اللي موجوده دلوقتي. عشان تعمل مدرسه محترمه بفكر جديد تقدر تقدم للطالب خدمات تعليميه وكمان رياضيه وتنمويه. هو الموضوع بقى يعني احنا بنطبقه من جميع الجوانب. احنا عملنا سيرفيهات فيه كتير، ان احنا بس الموضوع مش مادي بس، لا ده الموضوع تربوي. وسافرنا بره مصر وقعدنا مع شركات هنديه وشركات اماراتيه بتقدم منتجات جديده وعمليات تعليميه جديده عشان نضخها في السوق عندنا، لان انا عايز احقق المعادله الصعبه ان انا اعلم ابنك تعليم قوي جدا وكويس جدا سواء علميا او بدنيا، وفي نفس الوقت الفيز او المصاريف بتاعتك مش عاليه قوي، لان ناس كتيره قوي شرائح كتيره من المجتمع عايز تعمل كده مش قادره. ده حقيقي. فهنا بقى كانت الفكره ان احنا نعمل، ليه احنا ما نبقاش كاولياء امور وسمول انفستور مستثمرين صغيرين، نبقى احنا اصحاب المدرسه. احنا اصحاب المدرسه دي. طرحت الفكره على السوشيال ميديا، انا يعني كان ليا مبادره قبل كده في 2016 ويعني ليا صفحه وبيج ببدا اتكلم مع الناس، واسلوب جديد في الماركتنج ان انا بطلع اتكلم معاهم مباشره. فاتكلمت معاهم مره واثنين وثلاثه، لقيت رد فعل الناس قوي جدا وشجعوني. خدت الخطوه اللي بعدها، رحت هيئه المجتمعات، قعدت مع الناس، اتكلمنا، شفنا الارض، دفعنا الديبوزيت الاول، اللي في اللي بعده عملنا شركه مساهمه، بدانا نتكلم يلا نخش يا جماعه مع بعض. لقيت في تشجيع من الناس كتير جدا سواء عايزين يستثمروا، لان العائد في العمليه التعليميه المادي قوي جدا. انت بتتكلم في فتره الاسترداد بتاعتك، المدرسه لو صرفت مثلا 150 مليون بتتكلم في فتره الاسترداد بتاعتك من 5 سنين لست سنين بتكون رجعت كل فلوسك بالكامل. وما بعد ذلك كله ارباح. اضف الى ذلك ان انت حجزت لابنك كرسي في قلب المكان، وحجزت له مميزات كتيره. صحيح. جدا وتورث كمساهم داخل المدرسه، انت شريك في شركه. بالظبط. ومن هنا بقى جت الفكره واطلقناها، والحمد لله ربنا كتب لها النجاح. استلمنا ارض المدرسه وخلصنا الرسومات المعماريه وخدنا الموافقات المبدئيه، وحاليا شغالين في الرخصه النهائيه بتاعتها. يعني احنا شفنا في التقرير اللي اتعرض دلوقتي انه انتوا فعلا ابتديتوا تدشين المدرسه. احنا ربنا كرمنا بلوكيشن تحفه، احنا خدنا لوكيشن جبار، احنا ورا مول العرب على طول مباشره، واخدين قطعه ارض 4 نواصي قدام نادي الصيد، ماسكه 4 شوارع 8000 متر تخصيصها ناشونال او انترناشونال، جايبه من الكيجي لحد الثانويه العامه. فربنا كرمنا جدا بالارض، كرمه كبير يعني. طيب اولياء الامور او المستثمرين او اللي هيساهموا معاك بحصص داخل المدرسه دي، هل هيكون ليهم مزايا مختلفه داخل المدرسه؟ مزايا كتيره. اولا غير العائد المادي اللي هو بيحصل عليه منه كشريك ومشروع، يلحق انه يطلع على الميزانيات بتاع المشروع والجمعيه العموميه اللي بتعقد كل سنه،
ومجلس اداره وذلك، هو كمان ليه الحق الاولويه. لو انا وحضرتك بنقدم في المدرسه دي في كرسي واحد وحضرتك مساهمه في المدرسه وانا لا، انت الاحق مش انا. تمام. مش هقدر اعمل له خصم على المصروف بتاع ابنه لانه هيأثر معايا في الارباح في اخر السنه، بس هيبقى ليه مميزات كتيره جدا في الانشطه بتاعته، هيبقى ليه مميزات كتيره قوي في الاكاديميه اللي موجوده، لان في اسم كبير جدا مش هينفع نتكلم فيه دلوقتي من النجوم الرياضيين الكبير الكبار حاليا. يعني انت عامل جوه المدرسه اكاديميه للتدريب الرياضي. اكاديميه كبيره جدا. ما بقول لك احنا افكارنا كلها اوت اوف بوكس، لان اكاديميه رياضيه هيبقى فيها كره يد، هيبقى فيها قدم سله، وحاليا بنربطها كمان بان احنا نعمل نشاط خيل كمان مع المدرسه كمان. مربوط. وحتى النشاط الصيفي نفسه يعني شبه اتفقنا مع مؤسسه كبيره في بتدي كورسات انجليش، ان شاء الله هي هتكمل معانا كمان، واداره المدرسه مش عماد اللي هيدير ولا اكس ولا واي ولا زد. كنت لسه هسالك عن الاداره. شركه مختصه وليها باع كبير جدا، مصريه بريطانيه، هي اللي هتمسك اداره المدرسه وهي اللي مسؤوله، وعملت نجاحات كبيره قوي في شركات وفي مدارس بره مصر وجوه مصر. طيب باشمهندس عماد، حاجه جميله جدا اللي انت بتشرحه عن مدرسه بنظام الحصص واولياء امور يبقوا مشاركين في المدرسه، لكن كمان اكيد ممكن اي حد يقدم في المدرسه دي، مش شرط بس المشاركين فيها. مظبوط. طيب ننتقل بقى لنقطه تانية مهمه جدا. شركه اركان للتطوير العقاري هي شركة ليها باع طويل في السوق العقاري، كلمنا عنها باختصار وخلي الناس تفهم شركة أركان عملت إيه في السوق العقاري. أركان من 2013 في السوق العقاري. مشاريعنا موجودة في أكتوبر، في زايد، حدائق أكتوبر، التجمع الخامس. كانت من أوائل الشركات اللي نادت بأن هامش الربح لازم يكون قليل، مش لازم يكون الربح كبير جدا يوصل ل 100 و150%، ونادينا إن احنا يبقى 10-15 الماكسيمم بتاعك 20%، ونجحنا بفضل الله ان احنا نقدر نخدم اكتر من 400 اسره على مدى الكام سنه دول اللي هم الثلاث سنين الاخره دول بهامش ربح قليل، لما اطلقنا مبادره ابنيها في 2017، وعندنا كم مشاريع لا حصر لها اللهم لك الحمد اتسلمت كتير جدا في خلال الفتره دي بهامش ربح لا يتخطى ال 15%. هي ده تاريخ اركان على المدى اللي فات. طيب الحقيقه انا وقتي انتهى ولازم يعني اختم الفقره، بس عايزه قبل ما اطلع فاصل اسال حضرتك، هل نظام الحصص ده نجح مع حضرتك بما يعني يستوجب عليك انك تطبقه في مؤسسات اخرى او في مشاريع اخرى بنشاط مختلف؟ هو الحمد لله اللهم لك الحمد، احنا بقالنا سنه عاملين المشروع، تخطينا نسبه 50% من تسويقه دلوقتي، لان العائد بتاعه من اول سنه تقريبا بيتخطى من 14 ل 15، بيوصل للسنه الخامسه لحوالي 25% او 30%. وبناء عليه احنا خدناه كنهج ان احنا نشتغل بفكره الاقتصاد التشاركي في كل مشاريعنا اللي جايه ان شاء الله. في خلال مده قريبه جدا هنكون ماضيين عقد قطعه ارض ثانيه نشاطها طبي، هتطلع مستشفى في الشيخ زايد بنفس الفكر برضو شركه مساهمه، وهنبقى بنظام الاسهم برضو. هنخش بقى في كل المشاريع اللي تبقى ماشيه كده بالتوفيق ان شاء الله. باشمهندس عماد عيسى رئيس مجلس اداره شركه اركان للانشاءات والتطوير العقاري، بشكرك جدا على وجودك معي. شكرا ليك. ميرسي يا فندم، الف شكر. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. التقرير اللي هنشوفه دلوقتي من داخل أحد أجمل قرى الساحل الشمالي، أخدت كاميرا بيوتنا وتجولنا في الساحل الشمالي لحد ما وصلنا إلى خليج الجراولة، وهناك شفنا قرية رائعة وهي قرية تهيتي باي الجراولة، واللي بالتحديد موجودة في خليج الجراولة اللي بيعتبر من أجمل الأماكن السياحية بالساحل الشمالي بين رأس الحكمة ومرسى مطروح. تفاصيل كتير هنعرفها عن مميزات قرية تهيتي باي وأسباب كتير لاختيارك شركة تهيتي للاستثمار العقاري في خليج الجراولة بالتحديد. خلونا نشوف التقرير ونرجع نستكمل باقي فقرتنا. على كل مشاهدي برنامج بيوتنا، الحقيقة احنا في جولة جديدة من جولات البرنامج في الساحل الشمالي. الحقيقة الجولة المرة دي بعيد شوية، بعيد حوالي اكتر من 400 كيلو، وصلنا تقريبا قبل محافظة مرسى مطروح بحوالي 25 كيلو عند خليج الجراولة. توقفنا في النقطة دي بالذات لانه لقينا انه في قرية او منتجع سياحي في هذه النقطة
لفت نظرنا لأنه بيتميز بمميزات كتير جدا هنتكلم عنها خلال هذه الحلقة. هذا المنتجع هو تاهيتي باي الجراولة. خلونا نتكلم عن مواصفات هذا المنتجع. ليه احنا توقفنا عنده مع ضيفي اللي مشرفني الاستاذ مراجع خير الله العبادي. اهلا بيك. يا اهلا بيك يا فندم. منورنا. الله يخليك. انت حضرتك منورنا. استاذ مراجع، حضرتك العضو المنتدب لشركه تاهيتي هايتس او شركه تاهيتي للاستثمار السياحي، مظبوط كده؟ الاستثمار العقاري. الاستثمار العقاري. ايوه. الحقيقه يعني زي ما قلت للساده المشاهدين، احنا توقفنا عند النقطة دي او عند القرية السياحية دي اللي هي تاهيتي باي الجراولة، علشان لقينا قرية متكاملة، وحدات سياحية يعني تقريبا على اعلى مستوى وكاملة الانشاء. خليني قبل ما ادخل في تفاصيل القرية السياحية اتكلم الاول عن شركة تاهيتي للاستثمار العقاري. امتى بدأت؟ نبذة مختصرة عن الشركة. هي شركة تاهيتي للاستثمار العقاري نشأت من حوالي 8 سنين سنة 2012. بقى لنا حوالي 8 سنين في السوق العقاري يعني. طيب سابقة الأعمال، يعني هل دي أول قرية تعملوها ولا كان في سابق تعمل قبل؟ لا، احنا لينا قرية قبل كده في الساحل الشمالي في الكيلو 62 برضه تحمل اسم قرية تاهيتي. وبفضل الله عز وجل القرية دي تم تسليمها بالكامل، وهي دلوقتي شغاله بقى لها حوالي 3 سنين يعني. يعني كمان القريه اتسلمت واتباعت وشغاله والناس مستمتعه بالقريه بفضل الله عز وجل، والناس راضيه تماما يعني، عملائنا راضيين تماما على القريه باذن الله. بدايه الشركه حضرتك قلت لي انها كانت في 2012. الحقيقه اغلب الشركات الاستثمار العقاري ممكن يجمعوا مقدمات وبعدين يبتدوا البنى وبعدين يستكملوا بعد كده المباني واحده واحده من الاقساط وغيره. لكن انا لاحظت عندكم انكم خلصتوا مباني، مش بس مباني، انتوا كمان خلصتوا الخدمات اللي داخل القريه قبل ما تبيعوا او قبل ما تسوقوا للقريه. الحقيقه ميزه مش يعني قليل لما بشوفها في اي شركه استثمار عقاري. كلمني عن يعني توجه ده او نظرتكم المستقبليه في هذا التوجه. هو احنا من اول ما انشات الشركه كنا حاطين اساسيات نتعامل عليها، هي ان احنا اول حاجه بنعملها ان احنا بنعمل بنيه تحتيه في المشروع بتاعنا او في القريه بتاعتنا، وبعد كده بنعمل انشاءات لا تقل عن حوالي 30% من قيمه الانشاءات. بعد ما نعمل 30% بنبدا نعرض الوحدات بتاعتنا للبيع ونعمل التسويق، وبيبقى في خطه زمنيه محدده احنا بنشتغل عليها، وبناء عليه بنحدد مواعيد استلام الوحدات للعملاء، ودي بتدينا مصداقيه لان العميل بيجي طبعاً بيلاقي ان المكان اللي هو هيشتري فيه او المكان اللي هو هيقيم فيه، المكان اللي هيتملكه موجود، هيلاقي فيه انشاءات لا تقل عن 30%. وبفضل الله عز وجل التجربه دي احنا خدناها في قريه تاهيتي في الكيلو 62، والحمد لله سلمنا الناس في مواعيدهم وفي احيان كتير جدا قبل مواعيدهم. وعندنا في تاهيتي بيه الحمد لله رب العالمين اهو احنا كملنا القريه، واحنا دلوقتي بنسلم فوري، حتى اللي بيجي يتعاقد معانا مجرد ان هو بيمضي العقد وبيتم التعاقد بيستلم على طول المفتاح. طيب طبعا انا لما اكون عميل وجاي اشتري من قريه واول ما امضي العقد وادفع مقدم بستلم المفتاح، ده بيديني انا ثقه في الشركه اللي انا بتعامل معاها. كمان وجهه النظر او الرؤيه المستقبليه للشركه، بمعنى اخر لما جيتوا تختاروا المكان او الموقع بتاع شركه بتاع قريه تاهيتي باي الجراوله، ليه اخترت المكان ده بالذات وليه عند خليج الجراوله بالذات؟ هو زي ما حضرتك قلتي الاختيار مهم جدا طبعا. احنا لما نقول كلمه خليج، الخليج ده بيبقى فيه امان جدا في البحر، غير معرض للتيارات اللي ممكن يتعرض لها اي بحر مفتوح. غير كده احنا شاطئ، عندنا شاطئ رملي جميل ما فيهوش صخور، وشاطئ زي ما حضرتك شايفه كده واضح انه شاطئ جميل جدا والمياه فيها جميله وصافيه. دي من ضمن الاسباب، وفي اسباب تانية زي ان احنا قريبين جدا من مدينه مرسى مطروح. يعني احنا دلوقتي في الكيلو 22، ومدينه مرسى مطروح طبعا مدينه السحر ومدينه الجمال. صحيح. وفيها شواطئ جميله، شواطئ ليها اسماء وشواطئ عالميه، فالعميل بتاعنا بخلاف ان هو بيتمتع بالموجود عندنا في القريه من خدمات، يقدر بكل بساطه جدا ان هو ينتقل بين الشواطئ ديت، سواء شاطئ عجيبه سواء شاطئ رمل.
فدي ميزه تاني طبعا. وبرضه يعني بالاضافه انه ممكن يستمتع بالشاطئ الخاص بالقريه اللي هو ساكن فيها ده، ممكن كمان ينزل مرسى مطروح يستمتع بجميع الشواطئ اللي قرب الشواطئ دي مننا. هيبقى عنده الناس اللي بتحب مدينه مرسى مطروح هيبقى عنده الخصوصيه بتاعته اللي هي موجوده في القريه، وفي نفس الوقت ممكن ينتقل لاي شاطئ من الشواطئ دي. وفي سبب تاني برضو مهم جدا، اتجاه الدوله دلوقتي حاليا استثمار في الساحل الشمالي الغربي. صحيح. ففي مشروعات كتير جدا هتتعمل في المنطقه ديت، المشروعات دي مشروعات سياحيه، مشروعات ترفيهيه، مشروعات تجاريه، فده بيزود قيمه الاستثمار للعميل معانا. يعني العميل لما بيجي ياخد وحده معانا دلوقتي بعد ما يتم الانشاءات دي حوالين منه، بعد ما تتم التنميه اللي هي متجهه ليها الدوله في كمان العلمين الجديده، طبعا احنا عندنا مدينه العلمين الجديده، عندنا راس الحكمة الجديده، عندنا برضو الاتجاه للشمال الغربي برضو في الدوله كلها متجهه لتنميه المناطق ديت، فكل ده هيزود من استثمار العميل بتاعنا في الوحده اللي هو بياخدها فيه. مظبوط، اكيد قيمتها هتزيد خصوصا طبعاً بعد تنميه هذه المناطق، وبعد ما تكون خلاص اتعمرت وابتدت تبقى مناطق سياحيه. وكمان عايزه ااكد على انه يمكن كمان القياده السياسيه تركيزها على الساحل الشمالي كله، انه يكون شغال طول السنه، ما يبقاش ثلاث شهور بس من السنه. ما دي طبعا طبعا الاتجاه دلوقتي ان البلد تشتغل طول السنه. وعلى فكره يعني مدينه مرسى مطروح وخاصه خريج الجراول اللي احنا موجودين فيه، في الامكانيات اللي تساعده ان هو يبقى موجود طول السنه. فدي حاجه هتبقى استثمار جيد لعملائنا في المستقبل باذن الله رب العالمين. طيب بالنسبه للقريه والخدمات اللي بتقدم داخل القريه. بالنسبة للقرية احنا عندنا طبعا مساحة الشاطئ حوالي 500 متر، عندنا المول التجاري، في حمامات سباحة، في أكوا بارك موجود، ودور عبادة، فكل الخدمات اللي هو ممكن يحتاجها العميل متوفرة بفضل الله عز وجل. الحقيقة أنا مبسوطة جدا جدا من القرية، وإن شاء الله هناخد جولة ونلف فيها لفة كده عشان السادة المشاهدين يشوفوا القرية أكتر. تشرفونا يا فندم. ميرسي يا فندم، بشكرك جدا جدا أستاذ مراجع خير الله العبيدي العضو المنتدب بشركة تهيتي للاستثمار العقاري. شكرا يا فندم، شرفتونا في القرية. شرفتونا، مع السلامة. أعزائي المشاهدين هناخد مع بعض جولة داخل القرية، خليكم معانا. داخل قرية تهيتي السياحية، واللي بتبعد حوالي 25 كيلو بس عن محافظة مرسى مطروح. معايا دلوقتي الأستاذ هيثم الشربيني مدير التسويق في الشركة، واللي هيكلمنا عن خدمات هذه القرية. أهلا بك. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. يمكن أنا تجولت داخل القرية لقيتها جاهزة كلها، مش ناقصها تقريبا حاجة غير حاجات بسيطة، يمكن يقولوا تشطيبات بسيطة، والتشطيبات خارج الوحدات مش داخل الوحدات. طبعا في خدمات كتير داخل القرية، عايزك تكلمني عنها. احنا اولا عندنا الخدمات، احنا عندنا خمس حمامات سباحة، عندنا كيدز اريا، عندنا في اول القرية خالص في مول وفي مسجد، وعندنا كمان الشاطئ هيبقى مجهز فيه ملعب شاطئي، وفي عندنا كمان كرة طايرة شاطئي. طيب اغلب رواد اي قرية سياحية او اي حد عاوز يروح يقضي مصيف بيبقى حابب ان القرية يكون فيها خدمات ترفيهية كتير، واهمها الاكوا بارك. احنا بالفعل عندنا اكوا بارك في القريه للاطفال، وعندنا اكوا بارك كمان للكبار، وعندنا عندنا حمام سباحه كمان على الشاطئ، ده يبقى فيه برضو اكوا بارك. انا شفت تقريبا تجهيزات لحمام سباحه كبير. ده ان شاء الله في افتتاح القريه باذن الله هيبقى خلصان وهيبقى الاكوا بارك شغال. طيب ده رائع جدا. كمان انا شفت لاندسكيب ومساحات خضراء، يعني رغم انه في كتير من القرى ما بتهتمش بالمساحات الخضراء، لا احنا اهتمينا طبعا، لازم يبقى عندنا لاندسكيب، وعندنا كمان كيدز اريا. وعندنا الشاطئ كمان هيبقى مجهز، هيبقى فيه ملعب للكره الشاطئيه، ملعب كره طايره، وهيبقى فيه العاب للاطفال. يعني احنا القريه عندنا مهتمه جدا ان العميل يخش يلاقي كل اللي هو عايزه، ما يبقاش عايز يخرج، لا ما يخرجش بره القريه. ومع ذلك برضو اللي عايزين ناكد للساده المشاهدين انه بينه وبين مرسى مطروح 25 كيلو. احنا بينه وبين مطروح 25 كيلو، يعني ممكن ينزل مدينه مرسى مطروح، ودي ميزه في دي ميزه في القريه. يعني احنا قريه عندنا اخترناها كمان في المكان ده لان في ناس بتحب الساحل وبتحب مرسى مطروح. هو دلوقتي عنده الخصوصيه بتاعه الساحل، عنده مكان فيه كل اللي هو عايزه.
تايبي الجراولة. معايا الأستاذ سمير حمدي سينيور سيلز داخل شركة تهيتي للاستثمار العقاري عشان يكلمنا عن خطط الأسعار في هذه الشركة. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. منورنا. نورتونا. الله يخليك. الحقيقة الجمهور أو المشاهدين سمعوا كلام عن شركة تهيتي باي أو قرية تهيتي باي الجراولة، وطبعا أهم ما يميز القرية إنها فعلا مبنية وعلى أرض الواقع، وزي ما احنا شايفين كل حاجة واضحة قدامنا. خطة أسعار الشركة، خطة أسعار الشركة احنا عندنا الأسعار بتبدأ من 652,000 جنيه. الشركة نازلة عرض جديد جدا الفترة اللي فاتت عبارة عن 20% مقدم، وبنستلم الوحدة فوري وبنقسط على 84 شهر، يعني حوالي 7 سنين تقريبا. 7 سنين بالظبط. تمام، دي كده خطة الأسعار الحالية لحد ميعاد الافتتاح بتاعنا إن شاء الله 1/6 اللي جاي إن شاء الله بإذن الله. طيب أهم ما يميز هذه القرية واللي خليني أنا كمستثمر وكمان كإند يوزر زي ما بيقولوا أختار شركة تهيتي أو أختار قرية تهيتي عن أي قرية أخرى؟ أهم ما يميز القرية هي بالنسبة لأهم نقطة في قرية سياحية على البحر أو مصيفية عموما أو منتجع سياحي بيكون الشط بتاعها. إحنا في أحسن شط موجود في الساحل الشمالي كله في منطقة خليج الجراولة. منطقة خليج الجراولة هو عبارة عن خليج فيه مصدات طبيعية جدا للمية، تقريبا الأمواج ضعيفة جدا. تمام، موقع القرية كمان يعني موجود في منطقة كويسة جدا بالنسبة لمنطقة خليج الجراولة، هو قبل مطروح 21 كيلو بالظبط جنب مني مدينة مطروح. تمام، زائد ان كمان كل الوحده متصممه على شكل حرف يو، يعني كل القريه متصممه على شكل حرف يو بناء على ان كل الوحدات تكون شايفه البحر. ودي هي رؤيه الاداره الهندسيه في الشركه بالظبط عشان الشركه تقدر ان هي توفر اكبر قدر من المميزات لاي عميل عندنا في الشركه. طيب استاذ سمير، برضو لسه المشاهدين عايزين يعرفوا اكتر عن المساحات، جوده التشطيب، شكل الوحدات السكنيه او شكل الشقق او اذا كانت شاليهات. تمام، انا عايز اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين برضو ان شركه تهيتي بتشتغل في التشطيبات الداخليه باعلى الخامات. يعني كل الخامات كلها تقريبا درجه اولى كلها. تمام، زائد برضو المساحات احنا كنا حريصين ان احنا نوفر كل المساحات في القريه من 55 متر لحد 190 متر. مساحات مختلفه جدا هتناسب اسره، هتناسب عيله، هتناسب عروسين، هتناسب كل الازواج. تمام. طيب كمان انا اتكلمت عن الخدمات مع الاستاذ هيثم، ولكن انا حابه ااكد مع حضرتك على انه ان القريه دي مناسبه للاسر، اللي عنده اطفال مناسبه ليه، اللي عنده شباب مناسبه ليه، وكمان كبار السن. تمام، زي ما الاستاذ هيثم وضح القريه فيها خدمات بتناسب كل الفئات العمريه. تمام، من اول حمامات السباحه، 5 حمام سباحه لاجون، من اول اكوا بارك صغير، اكوا بارك للكبار، من اول حمام سباحه كبير جدا على البحر بمية البحر بأكوا بارك كبيرة جدا. تمام، من أول الكافيهات، المطاعم، في دور عبادة، في كل الخدمات متاحة في القرية. بفضل الله شركة تهيتي مش سايبة أي خدمة إلا مدخلها جوا قرية تهيتي. معك حق فعلا، أنا سعيدة إن أنا كان ليا جولة داخل القرية، وأتمنى إن كمان السادة المشاهدين يكونوا عندهم نفس هذا الانطباع، وأتمنى إن هم ييجوا ويزوروا القرية ويشوفوها على أرض الواقع. بشكرك جدا أستاذ سمير حمدي، ميرسي يا فندم. المؤتمر اللي هنشوفه دلوقتي لشركة انفستويل للتطوير العقاري، واللي بتعلن عن تعاونها مع شركة ليدز العقارية. تفاصيل كتير هنعرفها عن التعاون، عن استثماراتهم. خلونا نشوف التقرير ونرجع نستكمل باقي فقراتنا. برحب بالمهندس معتز عبد الشافي رئيس مجلس إدارة ويلسي أسيتس، ومهندس شادي محمود كوفاوندر ديستنس ستوديو، لإعلان عقد تعاون ما بين الشركتين لتصميم مشروع أفالون نيو كايرو. والحقيقة أن ده التعاون الثاني بين الشركتين بعد نجاح مشروع أفالون نيو كابيتال اللي تم تصميمه والاستشاري العام له ديستنس ستوديو. أحب أعرف بديستنس ستوديو تعريف بسيط. الحقيقة ديستنس ستوديو ليها خبرة في مجال التصميم المعماري وخصوصا في المباني الإدارية والتجارية، وتعتبر من الشركات المصنفة عالميا في التصميم المعماري للمباني الإدارية، ولها أكثر من فرع في مصر، قطر، السعودية،
والإمارات. وديستنس ستوديو صممت نيو أفالون, صورة صممت أفالون نيو كابيتال. وبعد نجاح المشروع ده التعاون الثاني ما بين الشركتين ولتصميم أفالون نيو كايرو. الخلفية بتاعتنا كمطورين يعني أصحاب الشركة كلهم مهندسين, فلما جينا نبتدي نصمم أفالون نيو كابيتال اخترنا استشاري يكون له سابقة أعمال داخل مصر وخارج مصر, متميز في الديزاين نمبر 1, متميز في عمل الانجينيرينج, له باع طويل أكثر من 20 سنة وله فروع متعددة جوه مصر وبره مصر, وبيطلع منتج معماري. احنا كمهندسين كصحاب الشركة فخورين ان احنا نتعاون مع بعض في هذا الديزاين, وان شاء الله النهاردة احنا بنوقع أفالون نيو كابيتال, وده التعاون الثاني بيننا وبين ديستانس ستوديو دي اس سي, وان شاء الله يكون في تعاون ثاني وثالث. وفي نفس الوقت بنشكر شريك التجاري شركة ويلسي أسيت انفستويل, هم كانوا معانا من اول يوم في الديزاين, في البريف اوف ديزاين, في تطور مراحل الديزاين. الديزاين خد مننا شهور طويله عشان يطلع للنور, على اساس نقدر ندي للاند يوزر او المستهلك النهائي حاجه نفتخر بيها كلنا ان احنا فعلا عملنا حاجه وي ادد فاليو, قيمه. وشكرا كمان للشريك شركه ليدز فاسيليتي مانجمنت. فان شاء الله التعاون ما بين ويلسي اسيتس كاونر وشريك التجاري انفستويل والشريك الاستشاري او الاستشارات الهندسيه ديستانس ستوديو وشريك الفاسيليتي مانجمنت, ان شاء الله نطلع للعميل او للاند يوزر منتج نفتخر بيه كلنا. بدأنا مع ويلسي أسيت المشروع الأولاني اللي هو أفالون نيو كابيتال. المشروع كان على أرض 8400 متر أرضي وسبعة أدوار. المشروع فيه حوالي 33 ألف متر مربع مسطحات بيعية بتكلفة تنفيذية تقريبا 1.4 مليار جنيه. إحنا رعينا جميع الأساليب الحديثة في التنفيذ, والسيستمز اللي إحنا استخدمناها كلها اللاست في التكنولوجي بتاعتها. المشروع مميز بحيث ان هو رعينا حتى في التصميم ان هو يكون 90% او 95% منه على مطلات, سواء كانت البرك بيطل على برك حوالي 12000 متر او مطلات رئيسيه. في التصميم حاطين احدث المعايير اللي موجوده في السوق من حيث تصميم الفراغات, من حيث الانتيريور, من حيث استخدام السبيسز, كمان من حيث تنوع الفراغات, وبحيث ان هو يكون في خدمات ويكون في حاجات يقدروا يدرسوها. وخصوصا كان في الشريك التجاري انفستويل كانوا عاملين دراسات عشان يلبي احتياجات العميل بالكامل, ودي اللي حققناها في التصميم. احنا شركة ويلسي أسيت خبرة اكتر من حوالي 10 سنوات في الماركت, عملنا كذا مشروع تجاري واداري في القاهرة الجديدة وفي الشيخ زايد. فالخلفية بتاعتنا جاية من بعد تطوير هذه المشاريع. اول حاجة في ضمان الجودة الشركة معنا ايه اللي شغالين في المشروع. اخترنا شريك شركة انفستويل, ده الشريك التجاري, هو اللي عمل حط البرنامج التصميمي وتابع معنا الديزاين بتاعة المشروع من اول يوم, وهو اللي متابع معنا جميع الخدمات اللي بتقدم في المبنى. شركة ديستانس ستوديو هو الشريك الهندسي والشريك الاستشاري, وطبعا معروف خبرته اكتر من 20 سنة في السوق المصري والسوق في الخليج. والنهاردة الحمد لله وقعنا مع شركة فاسيليتي مانجمنت, شركة ليدز, فمن هنا بنضمن ان شركاء النجاح كلهم واحد. وقبل ده كله احنا اخترنا الموقع, موقع مميز على الشارع الرئاسي قصاد الحديقة الرئاسية, واجهته 170 متر. كل اليونتس اللي عندنا يونتس الإطلالة بتاعتها على الحديقة الرئاسية او على الحديقة اللي تكاد تكون مخصصة للمشروع. شركة فايب هي شركة المقاول اللي مضى معانا
تنفيذ المشروع. اوريدي ابتدينا تنفيذ من اسابيع قليله في الماركت، خدنا كل الموافقات الهندسيه من شركه العاصمه الاداريه الجديده، بنهتم بكل التفاصيل اللي في المبنى، التفاصيل الهندسيه، تفاصيل الالكتروميكانيك، تفاصيل تشغيل المبنى. احنا دخلنا في ادق 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 التفاصيل، وده نابع من خبرتنا في القاهره الجديده وفي الشيخ زايد في كل تفاصيل تشغيل المبنى. كل الاستشاريين اللي عندنا الالكتروميكانيك والانشائي، كل الانظمه الحديثه، انظمه التكييف عندنا احنا بناخد شيلد ووتر من شركه العاصمه الاداريه، الطاقه الشمسيه عاملين محطه طاقه شمسيه على سطح المبنى ده طبقا لاشتراطات العاصمه، ماضيين مع شركه ماتسوبيشي للمصاعد. كل انظمه الحريق، انظمه كلها ULFM طبقا للكود الامريكي. المبنى كله معمول بوست تنشن، احدث التقنيات الانشائيه اللي شغالين بيها. فبفضل ربنا احنا مختارين احسن حاجه في كل حاجه، واهتمامنا بالعميل اللي هو شريك النجاح في الاخر. شركه انفستبل طبعا في بدايه اي مشروع دايما لازم بنبدا نعمل الدراسات التسويقيه للمشروع، نعرف ايه المساحات اللي السوق بيبقى طالبها، الخدمات اللي المفروض تبقى موجوده في المشروع علشان يحقق اعلى عائد للمستثمرين او مستخدمي المبنى. وده اللي احنا بدانا فيه وقعدنا فيه فتره بنعمل دراسات السوق، الماركت محتاج مساحات قد ايه، محتاج خدمات قد ايه. وده بيسهل حاجتين، بيسهل في تسويق المشروع وفي نفس الوقت بيسهل على مستخدم المشروع. فكان دور انفستبل ان هي استوفت كل الدراسات التسويقيه للمشروع، وده بنروح بيه بنسميه في الاخر بنعمل ديزاين بروجرام، بنطلع بيه على شركه الـ 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 المصمم علشان نعمل التصميم بتاع المبنى. وده كان دور شركه انفستبل. شركه انفستبل هي شركه بتشتغل في كذا ارم، يعني ليها كذا ارم. ليها اول ارم هو ارم البروكرج، والارم الثاني هو الاكسكلوسيف بروجكتس، والارم الثالث الكونسلتنسي. وده اللي احنا عملناه مع افلون، ان احنا عملنا كونسلتنسي كامل للمشروع من حيث الديزاين بروجرام او التسويق او المبيعات. ممكن نقول ان هو بقى احسن مشروع في العاصمه. وجود الكاليبر دول معانا خلى المشروع يبقى كمل الزوايا بتاعته كلها، من ديزاين في الاول، بروجرام، بعد كده دخلنا شركه اف ام تراقب على التنفيذ وتراقب على الاداء. هيجي بقى مرحله التسليم، هتبقى الشركه دي موجوده برضو مع نفس الاستشاري العام، فاحنا كده هنبقى اسهل، يعني بيبقى اسهل للعميل انه يستلم، يبقى متاكد ان اللي بيستلمه ده منتج هيبقى كويس جدا، منافس، استثماره بقى مضمون 100%. حته الضمانه وحته ازاي ان انا اضمن حاجه وهي مش موجوده، بس لما يبقى عندي كاليبر زي ليد مثلا تعتبر توب 5 في المجال بتاعها، ديستن ستوديو اكبر شركه في مصر واكبر شركه في الشرق الاوسط، فالكاليبر دول بيقلبوا الضمانه لحقيقه، بمعنى ان المستثمر في الاخر بيأجر او بيبيع او اند يوزر في الثلاث اتجاهات هو واخد منتج ناجح 100%، مراعى فيه الكلام اللي بيتعلى عليه في السوق، الكود او الحاجات اللي بتؤدي الى نجاح المنتج. هو مش موضوع كود وكلام من ده، برضو هو قصة مختلفة شوية هنا، ان كل حاجة بتتبني على اللي بعديها. فهو من الاول خالص البروجرام متاخد فيه معايير النجاح، بعد كده البروجرام شركه ديستني ستوديو خدته عملت منتج رائع، واجهه مشروع مش موجوده اصلا لا في القاهره الجديده ولا في الشيخ زايد. واجهه المشروع تقريبا وصلت 360 متر، مخليها كل المنتج سهل جدا في بيعه، سهل جدا في المنافسه، سهل جدا في تسعيره. لما تيجي كمان تدخلي شركه اداره بقوه ليد، فالشركه دي هتدير كل الفاسيلتي اللي موجوده في خدمات المشروع نفسها، فهتؤكد نجاح 100%. أعزائي المشاهدين، وصلت وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد بلقاء في الأسبوع المقبل في نفس الموعد. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.